أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل تعلم الكاراتيه وهي لعبة للدفاع عن النفس من التربية البدنية، وما حكم أخذ المال عليها وبذله فيها؟ إذا كان فيها منفعة ودفاع عن النفس لا بأس. طيب، هذا من التدرب على الجهاد وعلى منع العدوان، ما في بأس، ويجوز أخذ العوض عليها. نعم، يعني هذا شيء مفيد. نعم.